بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم ان شاء الله وصفتنا راح تكون عباره على واحد الصافي بريستيج كي رائع في المذاق في المنظر كذلك. اتمنى ان شاء الله تجربوا اخواتي ونال اعجابكم. اذا عجبكم اخواتي الحديمه ما تنساوش ديروا لايك للفيديو، اشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد. كنتمنى لكم فرجه ممتعه. بالنسبه لهذا الصافي هذا غنحتاجوا ليه على بركه الله. غادي نبداو بالحشويه الاولى، العجين سبق لي وحضرته معكم. غادي نخلي لكم الرابط ديال العجين اللي استعملت انا هنا. نسمته بشويه ديال الحامض، النكهه ديال الحامض. عندي هنايا واحد 200 غرام ديال الزبيب اللي خديته غسلته وطحنته واحد يعني واحد طحنته دور في الماكينه واحد الدوره. عندي هنايا 250 غرام ديال اللوز. اللوز عندي اللوز كونكاسي واللوز ايفيلي، خلطتهم بجوج كيف ما كتلاحظوا. قلت لكم ديروا غير واحد فيهم، اما اللوز كونكاسي ولا اللوز ايفيلي. عندي هنايا نص علبه ديال الفواكه المعسله. عندي العسل باش غادي نجمع هذا الخليط. وقلنا العجينه راه غادي نخلي لكم الرابط باش تعرفوا عليها. اول حاجه غادي ندوزوا لها على بركه الله، غادي نطلقوا العجينه، نعمروا القوالب وندخلوهم الفرن يطيب. هنا كنطلقوا العجينه ديالنا ديال الصابلي بين جوج بلاستيكات. العجينه كيف ما كنقول لكم ديما ديال الصابلي، فهي كنخليوها ترتاح مينيمو واحد 3 السوايع. قد ما ارتاحت قد ما تجيكم العجينه ديال الصابلي مزيان. غادي نجيبوا هاد القوالب هادو، يعني هاد الحلوه راها قديمه كنا كنقولوا لها حلوه ديال الباطو او لا الصابلي ديال الباطو. هاد الحلوه هادي هاد القوالب هادو كاينين الصغار، كاينين الصغار اللي صغر من هادو، وكاينين شويه اللي هاد لاطاي هادي. انا اختاريت هاد لاطاي هادي وراهم تيتباعوا رخاص عند ناس تيبيعوا لوازم الحلويات، تيتباعوا بدرهم الوحده وكينفعوا بزاف ديال الحوايج. يمكن لكم ديروا بهم الملح، يمكن لكم ديروا بهم الحلو، يعني يمكن لنا نديروا بهم دي طاختوري صغار مالحين اللي تيمشيو في البيفي، ويمكن لينا نديروا بهم بحال هكا لي صابون. هنا كنجيبوا العجينه، حاولوا تلقوها رقيقه، حاولوا تلقوها رقيقه باش ما تنفخش لينا. غادي نجيبوها ونحطوها بحال هكا بهذه الطريقه كتكون سهله. غادي نجيب المدلك، انا غادي نجيب هنا ديال الخشب، ما بغيتش نستعمل هذاك خفتو غادي يتكرج ليا. كندير هذه الطريقه، هذه الطريقه دغيا كيتلبسوا لي مول ديالنا. هنا كنحاولوا نبسطوا ندخل، يعني كنضغطوا عليهم واحد شويه باش نلبسوهم القوالب كيف ما كتلاحظوا. انا غادي نقول لكم واحد الحاجه بالنسبه لهذا العجين هذا، غادي يخرج ليا انا عندي 30 بياسه من هادو، وهذاك العجين اللي فيه جوج فيه ربع ديال الزبده، فيه جوج معالق ديال الزيت، فيه كاس ديال السكر نسانيده ولا السكر الخشن، فيه 70 غرام ولا 80 غرام ديال اللوز اللي يكون مطحون بقشرته، وفيه جوج معالق ديال النشا كبار، وفيه جوج بيضات كاملين وصفر بيضه. هادو قبيصه ديال الملحه، هادو بطيبو كتنسمو باللي بغيتو، يعني كراميل حامض الفاني اللي بغات السيده كتنسم به. هذا هو العجين ديالي انا ديال الصابلي اللي كنخدم به. ابار على لي صابلي بالقهوه ولا هذا، يعني هذا العجين الاساسي ديال الصابلي اللي كنخدم به ديما، والحمد لله عمره ما حشمني غير اوكل. الا كنا الا درنا الزبده من النوع الممتاز غادي ندير جوج معالق تاع الزيت صافي. درتو المارغارين ديروا نص كاس تاع الزيت، هذه خذوها قاعده. يعني درتو المارغارين خذ ديرو نص كاس تاع الزيت مارغارين اولا ديك لابريري ولا يعني دوك العوديه ديال دوك البواطات، هذوك الا خدمتو بهم ديرو نص كاس ديال الزيت. اما الا كنتو كتخدمو بالزبده الممتازه ديرو جوج معالق فقط. هادو غادي نخليهم تنديرهم بوحدهم. غادي ناخذ دابا ملي لبست غادي ناخذ هاد الكيردون هذا، وغادي نجي على بركه الله ندير ثقوب في العجين باش ما يتنفخش ليا. بالنسبه لهذيك 70 ولا 80 غرام ديال اللوز، اما كديروها لوز ولا ديروها كاوكاو ولا ديروها كوك ولا ديروها زنجلان، نتوما اللي بغيتو. غير وكان كلشي يكون طيب مطحون ومنيل، كلشي يكون مطحون مزيان ومنيل. من بعد ما غادي نتقبوا هذا الصابلي ديالنا غادي ندخلوه الفران يكون مسخن من قبل على واحد 170 درجه، وغادي ندخلهم على 170 درجه يطيبوا من التحت ومن الفوق مده 15 دقيقه صافي. نخرجوهم ونعمروهم، ندوزو دابا للحشوه ان شاء الله. بالنسبه للحشوه فهي جد سهله، يعني كناخذوا
اللوز او لا يمكن لكم ديروا كاوكاو. كاوكاو كان اللوز كيعطي واحد المذاق زوين. تنضيفوا عليه الزبيب، تنضيفوا دوك الفواكه المعسلين، وغادي نجمعوا الخليط، غنحركوا ونجمعوا الخليط بالعسل. غادي نضيف العسل غير شويه بشويه، العسل حاولوا تذوبوه دابا تعرفوا الحال بارد، يعني باش ما دغيا تيجمع لينا وما نطيحوش. دايرين واحد نصدقوا دايرين واحد الكميه اللي هي كثيره ديال العسل، حاولوا تذوبوه واحد شويه. ولا غير بحال هكا انا خديت غير ماء سخون وضعت فيه هذا القرع، يعني هذا الكاس هذا. هنا كتلاحظوا معايا اخواتي من بعد ما خرجتهم من الفران كتعرفوا بلا الصابلي تيبقى بيض، يعني ما خاصوش يتحمر. انا خداو معايا 15 دقيقه بالضبط في الفران، كتلاحظوا انهم تيتزولوا بسهوله من دوك القوالب اللي درنا ليهم. دابا غادي نحاول نزولهم من القوالب، صافي غادي نبدا باش نعمرهم. هنا من بعد ما كنخلطوا الحشوه ديالنا وكيطيبوا هذوك كيطيب الصابلي ديالنا، تنجيبوا مقدار معلقه صغيره تنحاولوا ننزلوها بهذه الطريقه وسط هذا القوالب اللي درنا، نحاولوا نضغطوا عليهم هكا. هنا اخواتي كناخذوا شويه ديال الشوكولاته ابيض وكنحاولوا نديروا به خطوط بهذه الطريقه هذه. الصابلي ديالنا اخواتي كتلاحظوا معايا من بعد ما زيناه درنا له خطوط من الشوكولا الابيض كيف ما لاحظتوا معايا في الطريقه. وهنا كتبقى فقط مساله اختيار هي هاد لي بابيون بالشوكولاته بحال هكا، يعني كنحاولوا نديروهم كنلصقوهم بشويه ديال الجليكوز مخلط مع الناباج اولا غير الناباج، يعني اللي متوفر عند السيده اما جليكوز اما ناباج اما هما بجوج. كنخلطوهم بحال هكا كنذوبوا الشوكولات كنعمروا به هادوك الليمو اللي كيكونوا ديال كيكونوا هكا فيهم تزيين ديال الشوكولاط باشكال مختلفه. صافي باش نقدموهم بحال هكا بصحه وراحه، كدير شي حاجه اللي هي جديده ورائعه ان شاء الله. تجربوها تنال كيعجبكم. الى عندكم اي استفسار اي تعليق اي لبس خليوه تحت الفيديو وان شاء الله نجاوب عليه في التعليقات. ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد. الى حلقه قبل بحول الله دمتم في رعايه الله وحفظه.